مشاهدينا، أقيم في عروس البحر الأحمر ماراثون جدة موبايلي لجميع فئات المجتمع، وأضيف إليه فعاليات عدة أهمها بازار نسائي متخصص. هذه الفعاليات في جدة انطلقت على الكورنيش، ومن خلال أسواقها ليعود ريعها ومكاسبها أيضا لليتيم فقط. الأطفال والكبار وذوي الاحتياجات الخاصة وحتى النساء كانوا أبطال هذه الفعالية الداعمة لليتيم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أكثر من 5000 شاب تنافسوا على المركز الأول بماراثون جدة موبايلي حين عبروا كورنيش العروس بتنافس امتد لأكثر من 20 كيلومترا. هذا الماراثون شمل 3 فئات من المجتمع في رياضة الجري، منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة الأطفال وفئة الكبار، بفعالية خيرية أقيمت بمشاركة نسوة المجتمع من خلال بازار النسائي على هامش الفعالية. نحن عندنا 3 مسارات، مسار البر اللي هو لذوي الاحتياجات الخاصة، ومسار نسمة اللي هو للطلاب، ومسار موبايل اللي هو 20 كيلومتر اللي هو تقريبا السنة هذه لأول مرة يصير هاف أو نصف ماراثون، لأن أنت عارف الماراثون حوالي 42 كيلو، السنة هذه نحن خليناه 20 من 15 وقبلها 10، فصار عندنا خطة إنه كل سنة نزيدها 5 كيلو على أساس السعوديين أو اللي ما هم متعودين على الماراثون وعلى المسافات الطويلة يتعودوا كل سنة، والحمد لله كل سنة اللي يثلج القلب انه صارت المشاركة كبيرة جدا، يعني وصلنا ل 10000 شخص سجلوا عشان ما شاء الله يشاركوا بالماراثون. حصل بسام على المركز الأول في سباق ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن فرحة فوزه كانت يتيمة بعد مقارنته بزملائه من الأسوياء. الجوائز ما هي مطبقة على الكل، يعني زي عندك أبو 20 كيلو اخذه على سياره، وانا من رغم ان حصلت على الاول واعطوني مبلغ مادي، يعني فابغى اعرف يعني في فرق بين ذوي الاحتياجات الخاصه وبين الاسوء، فالمفروض يا انهم سواسي يا انهم ما يسوون تكريم. يعني انتهى السباق وتوج الفائزون بمشاركه جمعيه البر التي دعمت هذا السباق كليا، مصاحبا للبازار النسائي المقام على هامش الماراثون، ليعود ريعه للأيتام في منطقة مكة المكرمة من فعاليات رياضية واجتماعية هدفها الأول العطف على اليتيم. من جدة بدر الشريف، صباح الخير يا عرب. بادرة إنسانية طيبة، نتمنى فعلا تتكرر دائما وبشكل مستديم وعودة